انا مش فاهم انتوا عايزين تقولوا ايه بالظبط. بص يا حمزه، احنا بنشيل الحرج من عليك، في الاول والاخر عايزينك تبقى مبسوط، ولو ساعدتك ان احنا ما نبقاش في حياتك فاحنا قررنا اننا نسيبك. الموضوع صعب بس ما دام انت مبسوط خلاص. ومين قال لكم ان انا عايز استغنى عنكم؟ خد لك يومين برضه عشان ما ترجعش تندم في الاخر. انا اندم فعلا لو بعدت عنكم يا جماعه. استغنى عن مين؟ عندك انت يا دهب يا ام اشرف، ده اللي قلعت الدهب اللي في ايديكي ده واديتهولي عشان كنت محتاج فلوس عشان خاطر واحده تانية غيرك وما فكرتيش حتى. ده انا عمري ما طلبت منك حاجه وقلت لي لا. الكذبه الوحيده اللي كدبتيها عليا كنت عشان بتحبيني وتقولي لي استغنى عنكم. وانت يا ابو الكباتن، ده انت كنت هتموتيني عشان ما بقاش لواحده تانية غيرك. طبعا هو حب غبي يعني، بس هو حب حقيقي. والله يا ابو الاحوزي كنت بموتك كده وكده. عارف يا حبيبتي، عارف ان دي طريقتك في التعبير عن حبك، وانا بحبك زي ما انت كده، مش عايزك تتغيري. انا عمري يا شهيره ما اقدر انسى اللي بيننا، عمري ما اقدر انسى انت استحملتيني قد ايه. بحبك. وانت يا اسماء، انت فاكره ان انا مش حاسس بيكي؟ مش حاسس بحبك ليا؟ ناسي يعني ان انت انتحرتي عشاني قبل كده؟ يا جماعه انا ما اقدرش ابعد عنكم خالص، انا ما اسويش حاجه من غيركم، ربنا يخليكم ليا. طب وفريده؟ فريده بقى انا اكتشفت ان انا ما كنتش بحبها ولا حاجه، يعني تقدروا تقولوا علاقتي بيها كانت تحدي، او يمكن ربنا كان بعتها لي عشان اعرف قد ايه انا بحبكم وقد ايه ما اقدرش ابعد عنكم. في الاخر يعني علاقتي بفريده انتهت. مبروك يا بنات. ماشي.